السلام عليكم. أعلنت أبل عن نظامها الجديد للآيفون iOS 14 وفيه مزايا كثير رهيبة بنستعرضها لكم اليوم. تم إعادة تصميم الويدجتس بالكامل، الآن أصبح لها أحجام مختلفة وتقدر لأول مرة تضيفها للصفحة الرئيسية. صفحة App Library الجديدة تسمح لك بتصفح تطبيقاتك بطريقة أسهل، بحيث تم تنظيمها حسب نوعها مع إعطاء أولوية لأكثر تطبيقاتك استخداماً. الآن التنبيه للمكالمات الهاتفية أو المكالمات من التطبيقات الأخرى بتظهر بشكل مصغر أعلى الصفحة بدل الطريقة القديمة اللي تغطي الصفحة كاملة. الآن أيضا مكالمات FaceTime أصبحت تتصغر بحيث تقدر تكلم شخص آخر وبنفس الوقت تكمل شغلك في أي تطبيق تحب. تطبيق الرسائل حصل على عدة تحسينات جديدة، الآن تقدر تثبت المحادثات الأكثر أهمية في أعلى الصفحة. تقدر الآن تضع صورة أو ميموجي لأيقونة المحادثات الجماعية. الآن تقدر تسوي منشن للأشخاص في المحادثات الجماعية، وأيضاً تقدر ترد على رسائل معينة في المحادثات الجماعية. أيضاً تم إضافة مجموعة جديدة من الإيموجيز بأشكال متعددة. تطبيق الخرائط حصل على عدة تحسينات أيضاً. الآن تقدر تعرف مسار السير المناسب للدراجة، وبيعلمك التطبيق أيضاً عن الأماكن اللي فيها مسار مخصص للدراجات وأي مرتفعات ومنخفضات وازدحام على مر الطريق. وإذا كنت تسوق سيارة كهربائية، ممكن التطبيق يدلك على طريق يمر بمنصات شحن للسيارة. تطبيق ترانزليت الجديد بالكامل بيتيح لك عدة خيارات ممتازة. خاصية المحادثات تسمح لك تتكلم عن طريق المايك وتترجم كلامك مباشرة صوتيا. تقدر الآن أيضا تحمل اللغات اللي تحب وتترجم بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت. تطبيق سيري حصل على تصميم جديد، الآن بيشتغل بشكل يطفو فوق الصفحة عشان ما يحجب عليك الأشياء اللي كنت تسويها وبنفس الوقت يساعدك. الآن سيري يقدر يتيح لك أيضا إرسال رسائل صوتية لو حبيت. أبل الآن تقدم شيء جديد اسمه App Clips، وهي عبارة عن تطبيقات مصغرة جداً وتظهر لك مباشرة في حال احتجتها وبلحظتها، مثل أثناء الحاجة لدفع قيمة استئجار دراجة أو دفع رسوم مواقف سيارات، وتقدر تستخدمها مباشرة عن طريق خاصية تسجيل الدخول بحساب أبل والدفع عن طريق أبل باي. الأمان تم تعزيزه في iOS 14، الآن بتعرف إذا الكاميرا تقوم بالتصوير عن طريق ضوء صغير في الزاوية العلوية. أيضا معلومات التطبيق في متجر التطبيقات بتعطيك بيان واضح بالمعلومات اللي يجمعها التطبيق عنك ويستخدمها. هذه كانت نظرة سريعة على أهم التغييرات والتحسينات الجديدة في نظام iOS 14 المنتظر لأجهزة الآيفون من أبل. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.